بعد ما تابعنا الاخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع مع حضراتكم الاخبار اللي هتحصل النهارده. معانا اخبار كتيره، هيكون في فعاليات في دار الاوبرا كمان في جامعه عين شمس، وهنعرف ايه كمان يا جمانة؟ هنعرف كمان ماتشات النهارده سواء بقى في دوري ابطال افريقيا او في الدوريات العالميه. في أخبار كتير مهمة هتحصل النهاردة، منها افتتاح معرض الحرف اليدوية في دار الأوبرا المصرية الساعة 5 بالليل بقاعة صلاح طاهر. المعرض بينظمه غرفة صناعة الحرف اليدوية وبيضم 70 عمل متنوع ما بين منسوجات يدوية وتطريز ومشغولات خشبية وأحجار وحلي. من دار الأوبرا لجامعة عين شمس، النهاردة هتنطلق أولى فعاليات سلسلة ألف باء سياسة اللي بينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية التربية في إطار الموسم الثقافي والفني للجامعة. رياضياً، النهاردة المنتخب الوطني لكرة اليد هيواجه نظيره البرازيلي في الودية الثانية ما بين المنتخبين ضمن توقف الأسبوع الدولي، وده استعداداً لخوض الفراعنة غمار كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 وحتى 18 يوليو المقبل بالمغرب. ولعشاء كرة القدم، بيلتقي نادي الزمالك النهاردة مع فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي. ولمحبي كرة القدم الأوروبية وتحديداً الدوري الألماني، بيلتقي فريق بايرن ميونخ بيونيون برلين في إطار الجولة 27 من عمر المسابقة. وفي الدوري الإيطالي النهاردة قمة الجولة 30 من عمر المسابقة، ويلتقي فريق أودانزي مع نابولي وفريق فيورتينا ضد إنتر ميلان. وفي الدوري الإنجليزي بيلتقي النهاردة فريق تشيلسي مع ميدلسبرا في إطار الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.